الكوت. رد أمير داعش أبو بكر البغدادي على غارات التحالف الدولي بأعلان صوتي ضم فيه دولا جديدة إلى دولته، ومنها السعودية التي وعدها بوصول طلائع داعش إليها قريبا. لكن البغدادي الذي وزع تهديداته شرقا وغربا تجاهل أعلان الجهاد على إسرائيل وأسقط ولاية فلسطين المحتلة من حدود إمارته، متجاهلا نداءات الشعب الفلسطيني لإنقاذ المسجد الأقصى من مشروع إسرائيلي يبتلع أرض الإسراء والمعراج ويصادر مدينة القدس ويجعل من أبوابها معبرا لجحافل من المستوطنين الصهاينة. وبالرغم من شعور القدس بأنها تواجه الاحتلال الإسرائيلي وحيدة، فإنها نجحت اليوم في كسر إجراءات الاحتلال، وتمكن الآلاف من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، فيما انضمت جماهير الضفة الغربية وغزة إلى المقاومة الشعبية في المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، والتي تتجلى بمظاهرات ليلية تمجد عمليات الدهس والدعس والطعن والرشق، وهي عمليات استعرضها لقاء عمان بحضور نتنياهو اجتماعا بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعباس والملك الأردنية. وانضم إلى الاجتماع صوتيا عبر الهاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتهى بتعهد قدمه نتنياهو يخفف بموجبه الحصار عن المسجد الأقصى مقابل وقف حركة الاحتجاجات الفلسطينية اليومية. وحاولت وسائل إعلام العدو الصهيوني أن تظهر أن تخفيف القيود عن وصول المصلين إلى المسجد كان استجابة لاجتماع عمان، لكن قيادات المقاومة الفلسطينية أكدت أن الحراك الشعبي في القدس والضفة الغربية لن يتوقف ولن يخضع لأي شروط، وهذا الحراك هو الذي أرغم الاحتلال على التراجع. واجتماع عمان لم يكن سوى سلما ساعد نتنياهو في النزول عن رأس الشجرة. أدى نحو 40,000 صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في أول جمعة هادئة تشهدها القدس من عدة أشهر، وهذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها لجميع الرجال بدخول الأقصى دون تحديد الأعمار منذ يونيو الماضي. وكانت سلطات الاحتلال دأبت على فرض قيود مشددة خلال الأسابيع الماضية على دخول الرجال، وأزالت شرطة الاحتلال الحواجز التي كانت تضعها في الطرق إلى المسجد، لكن وجودها كان ملحوظا على مداخل البلدة القديمة في القدس. كما شوهد احتجاز الشرطة الإسرائيلية عند بوابات المسجد لهويات مئات الشبان لحين انتهاء الصلاة. ويأتي القرار الإسرائيلي في أعقاب الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية بين الملك الأردني عبد الله الثاني ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في العاصمة الأردنية عمان، والذي تم فيه الاتفاق على اتخاذ خطوات لنزع فتيل التصعيد في القدس. من جانبها اعتبرت لجان المقاومة أن دعوات التهدئة في مدينة القدس المحتلة تصب في مصلحة مشروع التهويد الذي ينفذه العدو الصهيوني ومخططات استهداف المسجد الأقصى المبارك. وأكدت لجان المقاومة على حق الشعب الفلسطيني الثابت في مقاومة المحتل الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة والدفاع عن مقدساته في مواجهة التدنيس والتهويد. وأوضحت لجان المقاومة أن الإدارة الأمريكية تحاول إنقاذ العدو الصهيوني من مأزقه في القدس المحتلة بعد سيل العمليات البطولية واستمرار انتفاضة الشعب في أحياء وشوارع وحواري القدس المحتلة. أعتقد أن هذه اللقاءات بشكل أو بآخر الأمريكان بيهدفوا إلى إعطاء مزيد من الوقت ومزيد من الغطاء للصهاينة لأن يستمروا في مخططاتهم ضد المسجد الأقصى المبارك، ضد القدس، واستمرار بناء الاستيطان. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي انطلقت فيه مسيرة على القدس رايحين بمشاركة متضامنين أجانب، ونجح العشرات من نشطاء المقاومة الشعبية في اختراق جدار الفصل العنصري في محيط مطار قليندية الكائن في مدينة القدس باستخدام سلالم وجسور حديدية أعدوها خصيصا لهذا الغرض. وجرت مواجهات خلال التظاهرة التي ينظمها الفلسطينيون من أجل السماح لأهالي الضفة بالدخول إلى القدس وتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، واعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين. في السياق اعتقلت قوات الاحتلال أيضا 13 طفلا وشابا بعد أن داهمت مناطق مختلفة في مدينة القدس المحتلة.